انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. انا فرحانه قوي بالتكريم، وفرحانه بان الناس حاسه بيكي وحاسه بقيمتك. وبعدين يعني الحمد لله ان انا يعني اخيرا كده وافقت ان انا اقول يلا هشتغل، لان الفن بيوحشني. انت لما تبقي فنانه عامله زي السمكه، فمش ممكن تطلعي بره الميه كتير، لازم تخش الميه. فنان حقيقي ومبدع حقيقي وبيحس بكل المبدعين ونشط وبيعرف يعمل فرجه ويعمل قلق ويجمع الناس ويدفي المكان، وده في حد ذاته شيء عظيم. ولذلك احنا لبينا النداء وجينا علشان نقول له مبروك. تصوري انا احساسي زي ما يكون، انت عارفه مصر نهر رشيد ودمياط، زراعين كبار لمصر المحروسه، زي ما تكون مصر بتحضنك. فمشاعر يعني ما تقدريش الا انك انت تبقي ممتنه وتبقي سعيده وتبقي قاعده كده ورافعه راسك فوق، وتحس انك انت فعلا مصريه والمصريين بيفهموا. لما عملت اريد رجلا ولقيت يعني قد كده الناس دافئه والناس حابه الموضوع، رغم ان الست قويه جدا وعايزه الوعد. فانا طبعا كان ليا راي في الموقف ده يعني. وبعدين مستغربة لأنك أنت ست يعني كنت بنت، إنما المسألة شغلاني من أيام وقت البنات، فهماني؟ ولكن لسه في الصعيد برضو ما زالت القضية مغلقة. على هو الواد مهم قوي والراجل مهم قوي، بس الست كمان مهمة جدا. يعني ست من غير راجل ما ينفعش، وراجل من غير ست ما ينفعش، والواد لازم يجي من راجل وست. فهي القضية دي كانت شغلاني. فيبدو ان في برضو حاجة صعيدي بيدوروا في الفلك ده. ارجو ان انا ربنا يهديني كده واعملها ان شاء الله. انت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتي وبس.com.